بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى جمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمة وحواضنها العلمية والدينية وفكرها المستنير وأزهرها اللامع، أحمل تحيات مفعمة بالأمل الجميل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة التي حذفت من قاموسها المستحيل، كما حملها مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر ليصل بأمة العرب إلى استئناف مسيرتها الحضارية والإسهام في المسيرة العلمية للحضارة الإنسانية. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، فإننا اليوم في هذا المجلس الموقر نلتقي على أرض العروبة والحضارات، على مائدة حوار الأديان والثقافات، لنؤكد على المشترك الإنساني فيما يعود بالنفع والخير على البشرية. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، ما من حضارة في التاريخ قامت على الانغلاق العرقي أو الديني إلا تسارع إليها التفكك والانهيار نتيجة لصدامها مع غيرها، مما يؤكد أنه لا استمرار ولا ديمومة إلا للحضارة المنفتحة القائمة على التعاون الإنساني. ونحن نفتخر بانتمائنا إلى الحضارة العربية والإسلامية التي قدمت أروع مثل في إيمانها بالتنوع والتكامل وإبداعاتها في وسائل التعايش والتواصل وإعلائها المشترك الإنساني القائم على قيم العدل والإنصاف والكرامة المتساوية لجميع بني آدم، والإيمان بالقدر الإلهي في الاختلاف والتعدد الكوني، واستثمار جميع الطاقات البشرية لعمارة الأرض وتعميم الرحمة للعالمين. وإن الإنسانية اليوم تواجه خروجاً على هذه المبادئ الأخلاقية العالمية تحت غطاء بعض الفتاوى الدينية المستندة إلى تفسيرات غير صحيحة للنصوص الدينية وقراءات مغلوطة للسياقات التاريخية، مما أدى إلى تكوين جماعات وتيارات تظهر الدين بمظهر الانغلاق والقطيعة الاجتماعية والثقافية مع الآخر، وهذا بدوره يؤدي إلى الصدام والعنف والحروب الدموية والطائفية. السيدات والسادة، إن اتباع الديانات السماوية إذا تشبعوا بالقيم الإيمانية وتمسكوا بالمشترك الأخلاقي والحضاري سيكونون صناع سلام وازدهار ودعائم تلاحم واستقرار. ولقد قامت حكومة بلادي باتباع استراتيجية شاملة لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة ضمن مبادرات حكومية تؤطر ثقافة الشعبية التسامحية المتأصلة في الشخصية الإماراتية وتقننها بالتشريعات والقوانين. فأنشأت أول وزارة للتسامح والتعايش، وأصدرت أول قانون يحمي قيم التسامح واحترام دور العبادة وحرية المعتقدات، ويجرم الأفعال المؤدية إلى الكراهية.
وإثارة الطائفية والمساس بالمقدسات الدينية، وتوجت إنجازاتها باحتضانها ورعاية وتبني وثيقة الأخوة الإنسانية التي سجلها التاريخ بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة باب الفاتيكان فرنسيس، وذلك خلال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي جمع قادة أديان العالم على أرض عاصمة التسامح أبوظبي، التي أقامت مجمعاً حضارياً شامخاً أطلقت عليه اسم البيت الإبراهيمي، يضم مسجداً يحمل اسم شيخ الأزهر الشريف وكنيسة تحمل اسم البابا فرانسيس ومعبداً للديانة اليهودية، وهي ثلاثة مباني مستقلة ومنفصلة تمكن أتباع كل ديانة من ممارسة شعائرهم كل في دار عبادته. وهذا سلوك حضاري شهدته عواصم الحضارة الإسلامية، حيث تجاورت فيها دور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام منذ عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لقيت وثيقة الأخوة الإنسانية والبيت الإبراهيمي تفاعلا حضاريا عالميا بما تحتويه من قيم إنسانية مشتركة تؤكد على أن الأخوة الإنسانية تنظر إلى البشر جميعا على أنهم متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة، وتحرم إزهاق النفس البشرية الطاهرة، وتدعو إلى تحقيق قيم العدل والرحمة، وتحث على الإحسان إلى الفقراء والبؤساء والمحرومين، وترسخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب. ومن أجل ذلك أصبح يوم الرابع من فبراير من كل عام يوما عالميا للأخوة الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في خطوة رائدة تعكس أهمية المشترك الإنساني بين الأديان والثقافات. السيدات والسادة، اسمحوا لي في الختام أن أقترح على مجلسكم الموقر التوصيات التالية: قيام المؤسسات الدينية المشاركة في المؤتمر بتبني استراتيجية تثقيفية عبر المنابر الدينية والإعلامية والندوات والفعاليات تستهدف رفع الوعي بالمشترك الإنساني، وثانيا إطلاق مبادرات مشتركة على الصعيد الوطني في كل بلد عضو بين المؤسسات الدينية ورجالاتها في كل الأديان الممثلة في البلد على المستويات الرسمية والشعبية للتأكيد على التلاحم الوطني والاستقرار المجتمعي وإحياء مظاهر الحضارة الإنسانية والتعاون لخدمة البشرية وارتقائها. أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.